قصة قصيرة غصة. أثناء تنظيفها للمنزل وترتيب الأغراض على الرفوف، سقطت بطاقة مدرسية قديمة لابنها أثناء التعليم الإعدادي، بطاقة يعود تاريخها إلى أكثر من 20 سنة مضت. تأملت ملامح ابنها البريئة أثناء فترة مراهقته، كانت قد بدت تبدو عليه ملامح الرجولة والطموح والاندفاع. كان بدأ وقتها يفكر في الهجرة إلى الخارج، فبعدها بسنوات ترك البلد. جذبه حلم العالم الغربي، وقد نجح واشتغل واستقر هناك، وأصبح يبعث لها بمبلغ مالي محترم كل شهر. تنهدت بعمق وهي تتأمل البطاقة والصورة القديمة التي بها، ففي القلب غصة، فعلا في قلبها غصة. رغم غياب ابنها وتحقيقه لأحلامه بالخارج ومساعدته لها بمبالغ مالية بشكل دائم، إلا أنها كانت تتمنى أن يكمل دراسته ويتخرج ويأخذ شهادة جامعية. جميع جاراتها يسخرن منها حين تقول ذلك ويخبرنها أن وضعه أفضل من حامل الشواهد، لكن هي تعني لها الشهادة الجامعية الكثير، حلم لم تحققه هي أثناء شبابها لظروف اجتماعية قاهرة يحكمها المجتمع الذكوري. وتمنت لو رأت ابنها يحققه، تمنت لو حقق ابنها ما لم تحققه. تمت. شكرا على الإصغاء والمتابعة.